العمليات التجميلية مفروض نغير اسمها للوحات فنية. لما تيجي المراجعة اللي عندنا في العيادة هي بترغب في تحسين منطقة معينة من الوجه أو من الجسم، وهذه لازم احنا ناخدها كفنانين في هذا المجال كلوحة فنية. أنا هاجر، أحب أشارككم تجربتي. أنا كان عندي مشكلة في الأنف المحدب، حتى بعض المقربين والأصدقاء دائما ما كانوا يسألوني هل أنا تعرضت قبل كده لحادث أو أنا انكسرت وأنا صغيرة، فشي ذا دائما كان يسبب لي إزعاج. حتى قدام المرآة يعني أضبط نفسي، بس أحس أنه في شيء ناقص أو شيء غير مكتمل. هنا حسيت أنه أنا لازم أحصل حل، إلين في يوم من الأيام قابلت واحدة من صديقاتي، صار لي فترة طويلة ما قابلتها وكان عندها أكبر من مشكلتي في الأنف، فلاحظت أنه شكلها صراحة صار مرة جميل وطبيعي جدا، يعني مو فيك. أنا هنا في اللحظة هذه قلت أنه أنا خلاص حصلت الحل، وصراحة ابتسم زي الحين وقلت لها يعني قولي لي أي دكتور رحتي له وسويتي وين رحتي، وجاني فضول الصراحة وبديت أبحث عن الدكتور عن طريق الانستغرام وعن طريق النت، وقرأت ما شاء الله كمية كبيرة من التعليقات المحفزة، وقلت لازم أروح وأشوف الدكتور شخصيا، أقابله شخصيا. قبل أروح للدكتور أنا مرة كنت متوترة وخايفة. أول ما جلست مع الدكتور حسيت براحة نفسية، حسيت أنه هو فاهمني أنا إيش أبغى. إحنا بالعادة قبل العملية